وجعل الله سبحانه وتعالى في إصلاح هذه النفوس بحسن التربية أيضا ما ينهنه هذه النفوس عن الشر. لذلك علينا أن نبحث عن هذا الدواء. إن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه وبعث رسوله بما يهذب هذه النفوس، كما أنزل كتبه من قبل وأرسل رسله من أجل هذه الغاية. وقد بيّن سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن النفس البشرية إنما تدكر وتتعظ مع الخشية من الله، فقد قال عز من قائل: سيذكر من يخشى، وقال: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فالخشية من وعيد الله سبحانه وتعالى حاجز دون اندفاع النفس في ارتكاب الموبقات. من هنا كانت الضرورة داعية إلى التربية. والله سبحانه وتعالى رب عباده بالوعد والوعيد، بالترغيب والترهيب، لأنه هو العليم بفطر هذه النفوس، فهو العليم بمساربها ومداخلها ومخارجها وما تنطوي عليه فطرها وما يمكن أن يكون سببا للانسجام بينها وبين نظام هذا الكون المسبح بحمد الله الخاضع لجلاله. هذه النفوس تحتاج إلى هذا الدواء، ومعنى هذا أن تربى النفوس التربية الإيمانية الإسلامية التي تغلغل في أعماقها حب الله تعالى ورجاءه وخشيته، لتكون هذه النفوس متعلقة بالله سبحانه. لأجل هذا كان من الضرورة أن يربى كل ناشئ هذه التربية حتى ينشأ من أول الأمر على حب الله وعلى خشيته وعلى رجائه وعلى التعلق به وعلى الحذر من الوقوع في محارمه. وهذه التربية يجب أن تكون مع الإنسان مصاحبة له في جميع مراحل العمر، منذ نعومة أظفاره وإلى أن يوارى جثمانه في قبره. هذه التربية يجب أن تسير في حياة الإنسان مع أطواره التي يتقلب فيها في هذه الحياة. فيجب بالنسبة إلى التعليم أن تكون في جميع المراحل، من أو الروضة كما كانوا أولا يستعملون، أو من أول الصفوف الابتدائية إلى آخر المراحل التعليمية المعروفة. لا بد من أن تكون التربية الإسلامية موجودة في جميع هذه المراحل. ومن الخطأ الغريب الذي وقعت فيه وزارة التربية والتعليم القضاء على التربية الإسلامية واستبدال ما يسمى بالثقافة الإسلامية عن التربية، وآثارها قد ظهرت، آثار هذا الخطأ قد ظهرت. فمن الخطأ الخطأ الغريب أو الخطأ المتعمد إبعاد مناهج التربية الإسلامية عن تعليم الناشئ. هي تسمى وزارة التربية، ما هي التربية؟ من أول أمر هي تسمى وزارة التربية، لا تسمى وزارة التعليم فحسب، بل تسمى وزارة التربية. وما هي التربية؟ التربية إنما هي الإصلاح والتنمية، إصلاح العقول، تهذيب النفوس، تغذية الأرواح، تعويد الناس على مكارم الأخلاق، تعويد الناس على البعد عن سفاسف الأمور. هذه هي التربية. فهذه التربية واجبة على جميع المؤسسات، بل وعلى جميع الأفراد. كل أحد هو مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كما أن جميع المؤسسات في جميع التخصصات يجب أن تصطحب هذه المادة
يجب أن تصطحب التربية الإسلامية أو العلوم الشرعية أو علوم القرآن والسنة أو سميها جماشير الفقه في دين الله سبحانه وتعالى. عليها أن تصطحب جميع المؤسسات التعليمية في جميع المراحل حتى تكون هذه التربية في جميع المراحل العمر وفي جميع المراحل التعليم. هذه تربية يجب أن تتغذى بها العقول وتتغذى بها الأرواح، على أن التربية أيضا حتى كلمة الربوبية مأخوذة من التربية. الله سبحانه وتعالى يربي عباده بهدايته ويربيهم بنعمه ويربيهم بألطافه. كلمة رب مأخوذة من هذا، كما جاء عن يعلى بن أمية أنه لما سمع أبا سفيان في غزوة هوازن يبدي سروره وفرحه بما أصاب المسلمين من الزلزال، قال له يعلى بن أمية في فيك الكثكث لأن يربني أحد من قريش خير من أن يربني أحد من هوازن. ما معنى يربني؟ أن يتولى أمري، أن يكون ولي أمري، أن يكون ولي أمري رجل من هواز من قريش خير من أن يكون ولي أمري رجل. هذه عصبية، يعني عصبية جاهلية، وإن كان هذا كان لمصلحة الدين في ذلك الوقت، لمصلحة الدعوة الإسلامية، لكن مهما كان هذا يدل على معنى كلمة رب ومعنى كلمة العلاقة ما بين كلمة رب وكلمة تربية. يقول الشاعر: وكنت امرأ أفضت إليك ربابتي وقبلك ربتني فضئت ربوب. إذن ربه ورباه بمعنى واحد، المؤدى هو معنى واحد. فإذا حتى كلمة الربوبية مأخوذة من التربية، فإذا التربية واجبة. وكيف تكون قيم للإنسان إن لم يتغذى بالتربية الإسلامية وإن لم يربى بالتربية الإسلامية؟ حتى الموسيقى لها تربية، كأنما الموسيقى هي أهم من الإسلام وأهم من قيم الدين وأهم من التزام الأخلاق، لها تربية. أما الإسلام يقضى على التربية فيه. سبحان الله، هذا مما يجب أن يعاد فيه النظر، وهذا مما نوجه إليه جميع المسؤولين كلا في تخصصه، كل منهم عليه أن يتفطن لهذا الأمر. والبوادر التي هي تظهر الآن إنما هي من ثمرة هذا. ومن جملة التربية، التربية على الفضائل، وذلك بسد جميع أسباب الفساد، بمختلف أنواع الفساد. كل مفسدة يجب أن تسد أبوابها. ومن ذلك منع الناس من شرب الخمور. أي هداية تكون للإنسان مع شربه الخمر؟ الخمر التي جعلها الله سبحانه وتعالى مجمع الإثم، كل إثم إنما يرجع إلى الخمر، لأن الإنسان إن شرب الخمر فقد عقله، وإن فقد عقله فقد توازنه، وأدى ذلك إلى تصرف أهوج. يكون الإنسان في هذه الحالة شراً من الحيوان الأعجم. يتصرف الإنسان تصرفا عجيبا عندما يكون في حالة سكر وحالة أربدة، كما حكي عن أحد من الناس كان في قارعة الطريق، جالس في قارعة الطريق يبول في يده ويمسح وجهه ببوله ويقول: الحمد لله الذي جعل الماء طهورا والوضوء نورا. أجل بسبب فقدانه العقل. وآخر أيضا كان في حالة سكر وأمام كلب، وكان الكلب يلحس وجهه ويقدم وجهه للكلب ويقول: أكرمك الله. هذا لأن الإنسان إن فقد العقل كان شرا من الحيوان. الحيوان له فطرة توجهه، أما الإنسان لا تنتمس فطرته مع فقدانه العقل.
لأجل ذلك كان على الإنسان أن يربي، وكل من يربي أحدا على الخير حتى بالنسبة إلى الآباء وإلى الأمهات يجني ثمرة خير، ومن ربى أولاده أيضا على الفساد فإنه يجني هذه الثمرة. كما يحكى عن أحد من الفقهاء جاء إليه رجل يشكو إليه أن ولده ضربه، فسأله كيف ربيت ابنك هذا؟ هل علمته القرآن؟ قاله لا. هل علمته الآداب والأخلاق وفرائض الدين؟ قاله لا. قال ماذا علمته؟ قاله تربية البقر. قال لا تلوم، لأنه اعتاد تربية البقر واعتاد ضرب البقر، فقد ظنك إحدى هذه البقر لذلك ضربت. هكذا تكون التربية السيئة، يكون مردودها وبالا والعياذ بالله. فإذا الناس يجب أن يربوا.